كاين بعض الدول اللي تيصيبوه ولكن بطريقه مختلفه. الفرق اللي غادي نقول لك كاين بيناتنا لا تركيا ولا الامارات ولا السعوديه ولا اسيا ولا الا قلت لك حنا احسن منهم غادي نكذب عليك، ولكن الا كنتو تفرجتوا في واحد الفيديو ديال الفلسطيني اييه راه ورا لينا شاهدنا كاع الشوا اللي ضاف عليه في العالم وفي الاخر هو بنفسه قال لك راه بغيتي تديو انتظرونا وفي ليله البناء دار مسابقه مسابقات كاس العالم ماشي في كره القدم وداها المغرب في المشوي لا سبحان الله راه شنينا حتى اللي بغيت تا 12 وفاجئنا بان احسن خروف هو ديال المغرب تمام ساعه ونص ساعه ساعتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نتطرق لواحد الموضوع جد مهم تيخص المطبخ المغربي التقليدي وبالخصوص المطبخ المراكشي اللي تتميز ببعض الوجبات الشعبية اللذيذة واللي تتميز كذلك بالنكهات ديالها التي لا تقاوم بحال الطنجية المراكشية وراس الغنمي المبخر والخروف المشوي. لكن الموضوع ديالنا الأساسي هو الخروف المراكشي المشوي. غادي نشوفو من خلال هذا الفيديو المراحل اللي تهيئ بها هذا الخروف. أول حاجة تنجيبو الخروف من القرنة، بعد ذلك تتم عملية تقطيع الخروف بالدارجة ديالنا كما تنقولو تنفصلوه، من بعد تنشقوه من السلسول ديالو وتيخص يتملج، ومن بعد هاد التملاج تيدار في واحد الركيزة، بعد ذلك تتعقد بالقنبة اللي تتخليه يتشد مزيان في هذيك الركيزة. بالنسبة للفران او الشكل ديالو، فكاين الفران اللي تيهزو 10 ديال الخرفان او 15 على حساب كيفاش تبنى هذاك الفران، لان المعلم الشواي هو اللي تيبنيه. وتتميز هاد الشواء بالفران انه قبل ما نزلو الخروف الفران تنزلو الحلالب، كل خروف تيكون تحتو حلاب وهذاك الحلاب تيقطر فيه ليدام ديال الخروف لحقاش كاينين الناس اللي تيعشقو يغمسو الخبز ليدام اللي تيكون فيه الدسم او اللذة ديال الحمض الخروف. في هذه المرحله تيكون الفران واجد من قبل بعد ما شعلات فيه العافيه واحد المده طويله، وتينزل الخروف الفران بالمخطاف وتيستغرق الطهي ديال هاد الخروف تقريبا ساعتين في الفران. من بعد هاد المده تيكون الخروف واجد مهيئ. هاد الطريقه ديال الشوا بالفران هو انه ما تستعملش فيه لا توابل لا شي حاجه، تيكون اللحم طبيعي، يعني اي شخص ممكن ياكلو بدون ملحه بدون اي شيء، واللي كيستعمل الملحه مثلا او الكمون ممكن يستعملهم ملي يوجد الخروف باش تعطيه ديك البنه والنكهه. احبتي الكرام، قبل ما نختم بغيت غير نوجه واحد رساله شكر للسي محمد اللي هو المعلم الشواي اللي عطانا من وقته باش نصوروا المراحل ديال شواء الخروف. احبتي الكرام، ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء، دمتم في رعايه الله.